السلام عليكم ورحمة الله. جيمب برنامج تحرير الصور مفتوح المصدر ومجاني، من الممكن استخدامه كبديل جيد للفوتوشوب، ومن تقييمنا له في حاسب آلي دوت نت إذا الفوتوشوب يأخذ 10 من 10 في سهولة الاستخدام وفي سرعة الإنجاز وفي تكامل الأدوات، فالجيمب يأخذ من 5 إلى 6 من 10 وبجدارة، وهذا تقييم رائع لبرنامج مجاني. في فيديو سابق خاص بالوسائط المتعددة شرحنا طريقة تنزيل وتثبيت جيمب، إذا حبيت تشاهده اضغط على الاختصار اللي مفروض الحين مبين عندك على الشاشة. كذلك ولمن يستهجن شروحاتنا عن الواجهة الإنجليزية، هذا اختصار فيديو آخر نبين فيه أسباب هروبنا من الواجهة المعربة. وبالنسبة لطريقة الاختبار، فبنحاول نخلي إثراء إضافي للمعلمين بنهاية آخر تدريب من تدريبات جيمب لإطلاعهم على الطريقة الدولية المثلى لإجراء اختبار عملي على برامج تحرير الصور. نبدأ إذن على بركة الله بتعداد نقاط تدريبنا الأول من وحدة التصميم بالحاسب لمنهج حاسب 3 نظام مقررات، وعنوانها التعامل مع الصور، وهو للجميع طلاب هواة ومحترفين. نقاط التدريب هي كالآتي: 1- بنشغل جيمب وبنتعرف على ما هي الصورة. 2- بننشئ صورة جديدة بمواصفات معينة. 3- بنفتح صورة كمشروع جديد. 4- بنفتح صورة كطبقة. 5- بنسوي دوبليكيت للصورة لتصبح مشروعين. 6- بنغير مود الألوان للصورة. 7- بنسوي تحويل للصورة أو ترانسفورم. 8- بنسوي تحجيم للكانفاس أو مساحة العمل بالطرق المختلفة، التحجيم هذا بيتم. 9- بنتحكم في حجم طباعة الصورة على الطابعة أيا كانت الطابعة. 10- بنغير الحجم الفعلي أو الحقيقي للصورة. 11- بنسوي أنواع الاقتطاع المختلفة على الصورة. النقطة رقم 12- بنسوي دمج للطبقات المرئية، وأيضا بنسوي تسطيح للصورة. يبقى أن نشير إلى أن جميع الملفات اللي بنستخدمها في كل تدريب من تدريبات جيمب هذا أو اللي بعده بنوفر رابط لهذه الملفات أسفل كل فيديو. الآن نشغل جيمب من خلال اختصاراته اللي بتنشأ بعد تثبيت على سطح المكتب أو في قائمة ابدأ، ونلاحظ واجهته اللي بنتعرف على عمل كل جزء منها خلال تدريباتنا. نجي الآن إلى مفهوم الصورة والإيمج، وهي عبارة عن الملف الكامل أو ملف الصورة الكاملة والقابل لاحتواء طبقات متعددة من الصور في داخله، تسمى الواحدة منهم layer. وبصيغة أبسط نقول أن الصورة أو الإيمج تحتوي في داخلها على layers، واللايرز على بعض يكونوا الصورة الكاملة. نتكلم الآن عن فتح الصورة بالطرق المختلفة. كيف أنا أفتح الصورة أخليها تجي داخل الجيمب؟ أولا، فتح الصورة بشكل مستقل يتم من خلال منيو فايل ومن ثم أوبن، الأمر أوبن هذا، وتختار الصورة من مكان ما في عندك في الجهاز، ومثلا عندنا هذه صورة روز وأوبن، هذه هاجت عندنا الآن بشكل مستقل. لما أفتح صورة ثانية وليكن بطريقة أخرى، السحب والإفلات مثلا، هذه الأسوان نسحبها هالشكل وللتاسك بار، ومن ثم للجيم، ومن ثم نفلتها على الأدوات، صندوق الأدوات. الآن صارت عندي فوق هني تابين، كل واحدة فيها بروجكت مستقل، كل بروجكت إلى صورة. الآن طريقة فتح صورة كلاير داخل صورة أخرى، يعني أنا عندي هذه الصورة فيها لاير واحدة وهي الصورة اللي أنا فتحتها، ولكن هل أقدر أنا أفتح صورة بحيث تيجي هني تصير layer؟ اي نعم، file و open as layer، هذه الطريقة الثانية للفتح بحيث تصير الصورة layer زي ما احنا شايفين. نقدر نوديها للخلف، نقدر نرجعها تصير في الواجهة. اذا صورتين صايرين داخل صورة واحدة بشكل layers. وعن طريق السحب والافلات ايضا اقدر انا اسحب صورة وافلتها الى داخل صندوق layers هني، وتصير عندي layer داخل الصورة زي ما احنا شايفينها. واقدر ايضا افتح الريسنت، open recent زي ما نلاحظ، نشوف هني اللي تم فتحهم مؤخرا سواء كانوا مشاريع او صور. على سبيل المثال نضغط على الروز، هذه جاءت بشكل ايضا مستقل كصورة مفتوحة داخل الجيمب. الان نجي نشوف اوامر القائمة image وكيف ممكن نتعامل مع الصورة من خلالها، ولكن قبل هذا بنضطر ان احنا نستخدم احدى الصور اللي وردت في الكتاب، واللي للاسف في السي دي 1436-37 انا ما حصلتها او انها فعلا غير موجوده.
حاولت اني اصمم مثلها، وخلينا نشوف الان هذه الصورة. اول امر موجود في قائمة image هو duplicate، وهو يستخدم لتكرار الصورة، تكرار المشروع حق الصورة، اي انه ينسخ صورة الى صورة مستقلة ثانية. وطبعا هذا ممكن يفيدني اني لو فتحت الصورة ممكن اكررها واشتغل على الصورة المكررة شغل ثاني، او علشان اني احمي الصورة الاصلية من انها يتسيف عليها مثلا او يخترب الشغل اللي فيها. نشوف الامر الثاني وهو الامر مود، وهذا يعطيني مساحات لونية مختلفة، منها الـ RGB وهو الافتراضي، واللي يسمح لي بإعطاء كل بكسل على الصورة مزج ما بين اللون الأحمر والأخضر والأزرق، الألوان الأساسية وتدرجاتها، وهي ألوان الطيف المعروفة. Grayscale لو ضغط عليها لاحظ تحول إلى تدرجات الرمادي، في ناس سموها أبيض وأسود ولكن هي في الحقيقة تدرجات اللون الرمادي. Indexed هذه تستخدم لتقليل حجم الصورة لاستخدامها في البرامج او مثلا في المواقع الانترنت، اذا انا عندي ازرار عندي اشياء معينة اقدر اعطي الصورة، خلنا نرجعها اول كنترول زد من لوحة مفاتيح، ومن ثم اذا كانت الصورة قليلة التفاصيل image mode indexed، وهني اقدر احدد كم لون ابغى في الصورة. احنا شايفين ان الوانها قليل، فما يلزمني اني اخلي لكل بكسل يعني اعدادات لون مختلفة عن البكسل اللي جنبه، يعني ما يصلح اني اخليها RGB الا اذا كانت فوتو، يعني صورة فيها دقة معينة حق تصوير حق طبيعة حق شيء. لكن لما ابغى مثلا اصنع زر في برنامج او زر في موقع ما بيلزمني هذه الالوان كلها 255 او اكثر، فاقلل الى حتى 20 لون مثلا واضغط convert. لاحظ ما تغير شيء ما اختلف، ولكن حجم الصورة انا الان لما اجي اسيفها بيكون قطعا مختلف. تحويل الصورة الى اندكس يتم من بعد ما اخلص الايديتنج، لاني لو ما خلصت الايديتنج راح اواجه مشاكل، لو حولتها الى اندكس راح اواجه اعاقات ومشاكل مع بعض الادوات ما راح تشتغل، بتقول لا الصورة اندكس ما لازم تحولها الى نمط اخر او مساحة لونية اخرى من اجل ان الاداة تشتغل. نجي لامر اخر وهو ترانسفورم، وهذا الامر يسوي تحويل الى الصورة او تدوير او تحوير ايا كان، هوريزونتالي فيرتيكالي و 90 درجة مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة 90 درجة، 180 رأسا على عقب. خلينا نجرب هذه 180 درجة رأسا على عقب، نلاحظ ان الصورة انقلبت كاملة بكل اللايرز اللي فيها. اذا هذا زي ما قلنا التأثيرات هني تتم على جميع اللايرز. الكنفاس سايز هذا الجزء الخاص بالكنفاس بنتكلم عنه، والأوامر هذه بنستخدمها من بعد ما نشاهد الفيديو هذا اللي يوضح لنا الفرق ما بين كانفاس الإيمج والسايز حق اللاير. أهلا بكم، كنت بسوي هذا الشرح للكانفاس سايز بالورق، ولكن قلت ما دام إنه موجود برامج تحل محل الورق فنعم ما هي. نتخيل نفسنا الآن في الجيمب، وهذه عندي الكانفاس سايز والفيت كانفاس تو لايرز والفيت كانفاس تو سيلكشن. أدرجت أنا صورة داخل جيمب، هذه دائما إذا أدرجنا صورة مساحة العمل لهذه الصورة الجديدة تكون هي كامل مساحة الصورة، كامل مساحة اللاير اللي أخذتها هذه الصورة. وبما أن الكانفاس وهمية ما تنشاف، فيشكل على البعض يقول هذه وش هي الكانفاس أنا ما أنا فاهم منها. لكن في برنامجنا هذا اللي قدامنا الآن بمقدورنا أن احنا ندرج كانفاس لها خط رسم، ولتكن هذه هي الكانفاس بداية الأمر، كامل مساحة الصورة هي الكانفاس. فرضا أنا حبيت أني أصغر مساحة التأثير على الصورة، يعني هذا الجزء من الصورة ما أبغى أعدل عليه، أبغى أعدل على الجزء اللي فيه القارب ويا الرجال. فوش ممكن أنا أسوي؟ أستخدم الكانفاس سايز، أضغط على قائمة إيمج داخل الجيمب وأختار كانفاس سايز وأعدل الكانفاس سايز حقه، وعدلت الكانفاس سايز الى هذا الحجم. واقدر بعد داخل الجيمب نفسه احرك الصورة مثلا الى المنطقة اللي ابغى انا اسوي فيها التأثير قبل ما اضغط اوكي على تعديل مساحة الكانفاس. بعد ما خلاص هذا المنطقة اللي ابغى اعدل عليها اضغط اوكي، الصورة هذه كلها بتختفي ما عدا المنطقة اللي صار فيها نفس الكانفاس، وهي اللي بيمديني اني اعدل واثر فيها. الاجزاء الثانية من الصورة
بتضل موجودة زي ما احنا شايفين، ولكن الجيمب فقط بيطلع لك المنطقة اللي فيها التأثير داخل الكانفاس. وبالطبع زي ما قلنا إطار الكانفاس ما يبين داخل الجيمب، ولكن اللي يدلك عليه هو ان انت ما تقدر تأثر خارجه، خارج الكانفاس. يعني لو تاخذ براش تقعد تلون برا منطقة التأثير، برا الكانفاس ما بيصير شيء. طبعا الكانفاس يعني اللوحة اللي نرسم عليها، يسموها الرسامين كانفاس. ولكن احنا يعني علشان نعربها بطريقة مناسبة الينا نقول مساحة التأثير. يعني اذا ضغطت على اي اداة وحاولت ان انت تأثر على الصورة ما بيتأثر خارج الكانفاس، فنقول مساحة التأثير. هذا باستخدام الكانفاس سايز. زين، فيت كانفاس تو لايرز. لو انا الان بعد ما صغرت الكانفاس على هذه الصورة نفسها واشتغلت خلاص، طيب الان ابغى الكانفاس تتوسع ترجع على مساحة الصورة كاملة، على مساحة اللاير هذه يعني، فاقول فيت كانفاس تو لايرز، الكانفاس على طول اوتوماتيكيا بترجع تحتل كامل المنطقة، بتبين لي كامل الصورة خلاص اقدر اأثر عليها. هذا في حالة كانت عندي لاير واحدة. لكن على سبيل المثال انا قمت وادرجت صورة ثانية مساحتها اكبر شوي، الان بطبيعة الحال احتاج اني اكبر الكانفاس علشان اعدل على اللاير هذه الجديدة، الايمج اللي موجودة في اللاير الكبيرة اللي ورا، فضروري اني بكبر مساحة الكانفاس بما يستوعب مساحة الصورة الجديدة واللاير اللي هي داخلها. وبهذه الطريقة صار الان يمديني اني اقدر اغير واثر على اللاير الجديدة اللي هي اكبر. طيب فرضا في وقت من الاوقات انا خلاص صرت ما ابغى هذه اللاير الكبيرة، هي بالصورة اللي فيها ما ابغاهم، وحذفتها، حذفت اللاير، بتبقى الكانفاس زي ما احنا شايفين كبيرة مع ان اللايرز اللي فيها صغار. طبعا بقيت لنا لاير واحدة هي بالصورة اللي فيها، فضروري اني اسويش فيت كانفاس تو لايرز، من اجل ان منطقا لو اضفت بعد الحين لاير جديدة مثلا ما تحتل هذه المكان الكبير هذا. منطقا ليش المساحة التأثير كبيرة واللايرز عندي صغار؟ فضروري اسوي فيت كانفاس تو لايرز مره ثانيه علشان ترجع الكانفاس مساحه تاثير مناسبه لللايرز اللي موجودين. والفيت كانفاس تو لايرز لو عندي انا اكثر من لاير واحجامهم مختلفه وعندي كانفاس كبيره او كانفاس صغيره عنهم وسويت فيت كانفاس تو لايرز، الكانفاس بتصير بمثل حجم اكبر لاير موجوده، بتصير مناسبه لحجم اكبر لاير من اللايرات موجوده قدامي على الصوره. Fit Canvas to Selection، باستخدام أداة التحديد Select أقدر أحدد جزء من الصورة، وليكن مثلا هذه المنطقة اللي ما فيها الرجال. الآن كيف أخلي الكانفاس تروح تصير بنفس حجم هذه المنطقة اللي حددتها وتصير هي خلاص منطقة تأثير مني في هذه الصورة، المنطقة اللي حددتها، باستخدام Fit Canvas to Selection. مجرد اني اضغط image وبعدين fit canvas to selection بعد عملية التحديد، على طول الكانفاس بتروح وتصير بنفس حجم السلكشن هذا. الاجزاء الثانية من الصورة بتصير مخفية عني، ما اشوفها، ولكنها في الحقيقة موجودة، اللهم الا ان مساحة التأثير صارت في المنطقة اللي انا اخترتها واللي انا حددتها، والباقي بيكون مخفي عني. لو بغيت اقول له fit canvas to layers او اغير الكانفاس سايز حسب ما انا ابغى، وبتكبر وترجع لي هذه المنطقة بالامكان اني اشتغل عليها. وهذه مفيدة ايضا الكانفاس، تحديد حجم الكانفاس، في ان الواحد يحمي جزء من الصورة من انه بالغلط يتعبث فيه لو انه يبغى يعدل الصورة جزء جزء. يعني ابغى اعدل مساحة من الصورة وبكرة مثلا اعدل الجزء الثاني، فاضطر اني اسوي حماية عليهم من خلال تغيير حجم الكانفاس سايز الى الحجم اللي انا ابغى اثر فيه فقط. اذا الكانفاس هي مساحة تأثير بالنهاية. نرجع الان للجيمب ونستكمل باقي التدريب ان شاء الله على ارض الواقع داخل الجيمب. الان بعد ما شاهدنا الفيديو نستخدم الكانفاس سايز من اجل العمل على جزء من الصورة وليكن الوردة هذه فقط اللي هني. فايمج وكانفاس سايز ونقلل الكانفاس الى هذا الحجم وريسايز ونقدر نشتغل على الصورة. ومن اجل دقة اكثر كنترول زد
من أجل دقة أكثر في اختيار الكانفاس نقدر نختار أداة السلكشن هذه ونختار هذا الجزء اللي احنا نبغى نشتغل عليه ويصير هو الكانفاس. ف image ومن ثم canvas to selection، نرجع لهذه canvas to layers، بعدين canvas to selection، وخلاص صارت هذه الكانفاس أقدر الآن أشتغل عليها وأسوي الإفكتس فقط عليها زي ما احنا ملاحظين الآن. نلاحظ هذا الجزء اللي أنا أشتغل عليه هو فقط اللي في داخل الكانفاس هو اللي راح يتأثر، بينما الأجزاء هذه ها وصلت إلى هني. لو الآن اخترت image ومن ثم fit canvas to layers، راح تكبر الكانفاس بحجم أكبر layer موجودة عندي في الصورة، وما عندي إلا layer واحدة وحجمها كان كبير زي ما شفنا، فبنخلي الكانفاس يصير على سعتها مقدار 100% منها. نلاحظ الجزء اللي تأثر فقط اللي كان داخل الكانفاس، وهذه إحدى فوائد الكانفاس إني أحتل جزء من الصورة وأشتغل عليه لوحده. الآن نشوف print size image ومن ثم print size، هذا راح يعطيني الحجم الخاص بالطباعة على الورق فيما بعد. فمثلا ليش هذا سووه؟ لأن الكثير من الناس يطبعوا لوحات كبار، فأكثر شيء أنه خلوه من أجل اللي بيطبعوا على اللوحات، ومن أجل أني أطبع على لوحة بيصير المقاس بالأمتار، فلازم أضغط هني وأختار meters وحدة القياس وأدخل من هني كم المقاس اللي أنا أبغاه، مثلا متر، وهني راح يتعدل السكيل حق الهايت بحيث أنه يتناسب مع الويدث، وأضغط أوكي. طبعا بيغير ريزولوشن أثناء الطباعة مو الحين، يعني الوضوح حق الصورة ودقة البكسلات في كل إنش بيزيد أثناء الطباعة تناسبا مع زيادة السايز هذا، فأضغط أوكي. ألاحظ ما تأثرت الصورة الحقيقية اللي موجودة قدامي، ولكن أثناء الطباعة بعدين بتتأثر. طيب كيف أزيد حجم الصورة الحقيقي هذا اللي قدامي الآن، الإيمج سايز، كيف أزيده؟ في الفوتوشوب اسمه إيمج سايز، هني سكيل إيمج، وأقلل السايز أو أزيده، خلينا نقلله ونشوف، وسكيل، لاحظ صغرت الصورة كلها. نجي لأوامر أخرى الآن وهي أوامر الاقتطاع. أولها أمر الكروب تو سيلكشن. كروب تو سيلكشن هذا بيخلي عملية الاقتطاع من الصورة، طبعا اقتطاع نهائي بحيث أن الأجزاء الأخرى خلاص تهمل وحجم الصورة يصير خلاص مقتطع إلى اللي أنا اخترته، الجزء اللي أنا اخترته. فأختار جزء من الصورة، طبعا هني في اختيار كان من قبل سيلكشن، ومن أجل أني أروحه في الفوتوشوب كنترول دي، وأما في الجيمب هني كنترول شيفت اي زي ما شفنا، راح السلكشن المزعج احيانا يخليك ما انت عارف تشتغل على الصورة، فكنترول شيفت اي ويروح باي ديفولت. اما اذا حبيت تغير كل اعدادات الكيبورد شورت كات فيمديك من اديت ومن ثم كيبورد شورت كات تضغط عليها هني وتغير الاعدادات حق مفاتيح الكيبورد الاختصارات. اذا في احد محترف فوتوشوب يقدر يعني ما يتغير عليه الوضع بحيث انه يغير حتى الكيبورد شورت كات. فسوي انا سلكت الى شيء اخر وليكن مثلا هذا الجزء، ولا خلنا نشتغل على صورة اخرى، هذا الجزء من هذه الصورة ايمج كروب سيلكشن، خلاص صارت الصورة هذا حجمها فقط، واقتطع الجزء الباقي وانحذف تماما، حتى الكانفاس سايز صار هذا الحجم. الامر الاخر بالنسبة للكروب هو اللي يسوي اوتو كروب، ولكن هذا بيشتغل على الايمج اللي فيها شفافية. فخلينا نسوي فايل ونيو، نشوف هنا قدامنا الاوبشنز، من خلال الاوبشنز هنا نقدر نحدد تمبليتس معينة، A5 مثلا حجم الدوكيومنت اللي بينفتح، او ان احنا نحدده من انفسنا هنا حسب البكسلز مثلا او اي وحدة قياس، نبغى بورتري ولا لاندسكيب، وهنا الريزولوشن او دقة الدوكيومنت اللي بينفتح، والمساحة اللونية اللي نبغاها اذا كانت RGB ولا جراي سكيل، وهنا اذا نبغاها بتكون ترانسبيرنسي اللير الاولى فيها، او انها وايت او فور جراوند كلر اللون الامامي او اللون الخلفي، ولكن حاليا احنا نبغاها ترانسبيرنسي من اجل ان احنا نشتغل على الاوتو كروب.
ونرسم أي شيء. لاحظ image auto crop صغرت بما يناسب المحتوى للاير. زيلو سكروب الآن من image نفسها وزيلو سكروب هذا بيعطينا إمكانية إن إحنا نقتطع أيضا الأجزاء اللي موجودة في وسط الصورة. إذا كان في وسط الصورة موجود خلينا نسوي كنترول زد. فالزيلو سكروب أو الاقتطاع الانتقائي بيخلي هذه العملية تتم حتى على وسط الصورة إذا كانت فارغة. وزي ما قلنا هذا يشتغل فقط على الإيمجز اللي فيهم ترانسبيرنسي في اللاير. لاحظنا شال حتى المسافات اللي في الوسط ما بين الأوبجكتين هذا وهذا. الآن بنشتغل على أمر آخر وهو Merge Visible Layers من نفس قائمة Image أيضا. Merge Visible Layers هذا بيخلي جميع خلينا نحذف هذه أول. بيخلي جميع Layers يتجمع مع بعضهم البعض مع الحفاظ على خصائص الشفافية، يعني حتى الشفافية بيجمعها. لو كانت عندي أنا Layer كبيرة غير شفافة، الشفافية بيصير ما لها معنى، لأن Layer اللي مساحتها مملوءة باللون وهي بحجم الكانفاس راح تطغى على جميع اللايرز إذا جمعناهم مع بعض. فأقول له image ومن ثم merge visible layers ومرج. فيعني عمل ازدواج ما بين كل اللايرز زي ما احنا شايفين وحافظ على الشفافية أيضا مثل ما نشوف. لكن لو سويت image ومن ثم flatter image هذا راح يسوي تسطيح للصورة ويلغي الشفافية أيضا، يعني حتى بيجمع اللايرز. خلينا نسوي كنترول زد بيجمع اللايرز هذين اللي نشوفهم وايضا بيسوي تسطيح لهم ويشيل الشفافية كأنه رجع هذيك اللي موجودة وياهم اللي كانت موجودة كأنه رجعها وياهم وخلاص صارت جاهزة الآن للتسييف صورة واحدة وفيها لاير واحدة بس. نجي الآن نشوف أوامر حفظ الصورة. فايل ومن ثم سيف أو Save As، هذه كلها بتحفظ إلي الصورة اللي معروضة أمامي هذه بخصائص Layers وبالإعدادات اللي خاصة بالصورة كملف مشروع للجيمب. File Save A Copy هذه بتخليك تحفظ الصورة ونسميها اسم MMMM Save. نلاحظ ما فتحها، خلاص سيفت وصارت في امان، ما جابها قدامنا. اللي مفتوح امامنا هذا اللي ما زلنا نعمل عليه. بينما لو سويت سيف از جي جي سيف، لاحظ صار مفتوح قدامنا نقدر نشتغل عليه ونسيف ويتسيف عليه. هذا الفرق بين سيف از وسيف كوبي. أما export فهذه لتصدير الصورة كصورة خاصة بجميع أنظمة التشغيل مثلا أو PNG أو GIF أو اللي أنا أبغاه. فأختار هنا نوع الصورة، أنواع المعروفة هذه PNG من أجل الحفاظ على الشفافية واستخدامها في برامج أخرى كبرامج الفيديو وغيره، GIF لو حبيت، أيضا Bitmap Picture، PSD كمشروع للفوتوشوب إذا نلاحظ، وهذه الجي بي اي جي. فمثلا جي بي اي جي هنا اغير الكواليتي، اقلل على الحجم حق الصورة وازيد عليه على كيفي واكسبورت. خلاص سيفت عندي الصورة بما يلائم تشغيلها على جميع الأنظمة. بهذا نكون انتهينا من التدريب، نلتقي في تدريب آخر وإلى اللقاء.